ما أروعها، ما أجملها، ما أحسنها. شكرا لك يا زوج المستقبل، شكرا لك أيها الخطيب الحبيب. بعد صراع طويل مع المرض توفيت الممثلة والمذيعة القديرة نهى الخطيب سعادة، والتي كانت إحدى نجمات تلفزيون لبنان. الخطيب من مواليد 5 آذار 1944، حصلت على شهادة الفلسفة عام 1961، والتحقت بجامعة القديس يوسف لاستكمال دراستها في الأدب العربي. دخلت إلى تلفزيون لبنان عام 1962 حين كان عمرها 18 سنة، ونجحت كمذيعة ربط فقرات برامج وكممثلة تجيد أداء الأدوار الصعبة. كانت تجربتها التلفزيونية الأولى مع ظريف لبنان نجيب حنكش، وتميزت ببحة صوتها الجميلة وطلاتها المميزة. أما أول مسلسل تلفزيوني اشتركت فيه فكان الخديعة إلى جانب محمود سعيد، وبعدها اشتركت ببطولة مسلسلات عدة أهمها الجوال، حتى نلتقي، النهر، لمن تغني الطيور وغيرها. ألف واحد ماشي بشارع تعرف من إخواننا المحببين، فطرق معه كلبه صغير هيك، طرق بشخص قال له ولو ما تطلع قدامك، فتح منك شايفني مارق. قال له ما تأخذني. قال له شو ما تأخذني؟ تعست لي على إجري، روحت لي إجري. قال له قلت لك روح. صار يعيط علي كثير. المهم قال له ليك أنا ما رح رد عليك بوبي، هوش له. قام الكلب قال له هو هو. نهى الخطيب سعادة كانت تدرك أهمية ما قدمه الجيل الذي سبقها، فاحترمته كأعلامية أولا وكممثلة ثانيا، ما أوجد ثقة عارمة صبت في خانتها، وانسجامها مع كل من تعامل معها أعطى الشاشة جمالية ومتعة وإفادة. ومن هنا أدوار البطولة إلى جانب مداميك الفن اللبناني البناء، ومن مميزاتها إتقان القراءة والحفظ السريع، ويقال إنها كانت تحفظ جميع أدوار زملائها وحواراتهم وتعمل على تصحيح اللغة، فأحب العمل إلى جانبها كل من وقف أمامها، ولم يسمع منها أو عنها كلمة نابية، وعلاقتها مع الجميع بنيت على محبة متبادلة. وفجأة غابت الرقيقة عن الشاشة وابتعدت عن الأضواء نهائيا، إذ كانت تعاني من وضع صحي حرج كنا نأمل أن تتخطاه، لكن وافتها المنية. نهى سعادة حالة تستحق الوقوف عندها والاستفادة من سيرتها ودورها. من هنا نعاها كثيرون على مواقع التواصل، فوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب كتب: خسر إقليم الخروب ولبنان قامة إعلامية وفنية من الزمن الجميل، اشتهرت بإطلالاتها المميزة وحضورها الواثق. نهى الخطيب سعادة تغادرنا بعدما دخلت قلوب المشاهدين وعشق صوتها آلاف المستمعين. أما زميلتها الإعلامية جابل طيف فنعت الراحلة قائلة: سيدة الشاشة الفضية، صديقتي وملهمتي وزميلتي، مبدعة راقية مثقفة ومتواضعة، هي فاتن حمامة لبنان، كبيرة سيدات الشاشة اللبنانية، أرست قواعد الإعلام التلفزيوني الرفيع. نهى الخطيب سعادي وجه ذهبي في الزمن الجميل، إن رحل لكنه يبقى محفورا في الذاكرة. وداعا حبيبتي، كل الوفاء إلى الأبد.